أهلا ومرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات في كتاب الروح المتحررة للمؤلف مايكل سينجر. حلقتنا اليوم بعنوان درب السعادة الغير مشروطة. هل تريد أن تكون إنسانا سعيدا؟ أم أنك لا تريد أن تكون إنسانا سعيدا؟ هل تعلم بأن هذا هو القرار الوحيد والحاسم في حياتك كلها؟ دعك من كل القرارات الأخرى وكل الخيارات، لأن هذا الخيار لا علاقة له بوظيفتك أو بمن تريد أن تتزوج، أو إما إذا كنت متدينا أم لا. ومتى ما اتخذت قرارك سيصبح درب حياتك واضحا جدا أمامك. غالب الناس لا يمكنهم أخذ القرار هذا بحجة أن لديهم ما يكفي من المشاكل والتحديات في الحياة تعيق درب السعادة لديهم، ذلك أنهم يظنون أن درب السعادة هو طريق موجود بالخارج ولدى الآخرين، وهم ليسوا قادرين على إيجاد الطريق إلا بحل مشاكلهم المزعومة. هذا هو أكبر خطأ، وهذا ما تاه عنه الكثيرين. لسعادتي درب واحد وواحد فقط، وهو داخلي بحث وليس خارجي. إن السعادة مرتبطة تماما فقط بقرارك أنت وحدك، ولا أحد يستطيع أخذ القرار معك أو بدلا منك. إن السعادة هي الاستجابة لخيارك بأن تكون سعيدا، عندها فقط سيصبح درب حياتك واضحا جدا أمامك. هل تريد حقا أن تكون سعيدا أم لا؟ نعم، هي ببساطة هكذا فقط. في أي ظرف وأي زمان وأي مكان عليك أن تجيب عن هذا السؤال فقط. لنفترض أنك أضعت الطريق في يوم من الأيام حتى أنهكك الجوع والعطش والتعب أيضا، إذ بك أخيرا تجد منزلا، فتطرق الباب ويفتح لك صاحب المنزل فينظر إليك قائلا: يا إلهي، أيها المسكين، هل أنت بحاجة إلى طعام؟ ماذا تريد أن تأكل؟ تراك في هذا الظرف تعير أي اهتمام لنوعية الطعام الذي سيقدم لك؟ أم أنك تختار أن تقول: أنا أريد طعاما فقط، لأنك جاد في كونك جائع ولا يهم ما نوع الطعام الذي يقدم لك؟ فليس هناك الآن أي أهمية لاختيار نوعية الطعام، والأهم هو أنك جائع وتريد طعاما. هذا الوضع نفسه ما ينطبق على السؤال حول ما إن كنت تريد فعلا أن تكون سعيدا في حياتك أم لا. فإذا كان الجواب نعم، فقله دون تحديد الأفضليات لذلك. فالأمر أولا وأخيرا يعني ببساطة: هل تريد أن تكون سعيدا من الآن وصاعدا ولبقية حياتك، بغض النظر عن كل ما يمكن أن يحدث حولك؟ لكن المشكلة بالنسبة لك وأنك تربط دائما الأفضليات بكونك سعيدا، ظنا منك بأنها فعلا هي ما سيجلب لك السعادة. فلذلك فهو يبدو لك بأن سعادتك ليست بيدك. اعلم أن أي شرط تضعه لسعادتك سيحدد هذه السعادة في حياتك، فلن تستطيع أن تحكم سيطرتك على الأشياء وتبقيها في الحالة التي تريدها أن تكون عليها مهما حاولت ذلك، وهذا ما فصلنا فيه في الفصل السابق. ينبغي عليك أن تعطي إجابة غير مشروطة لسؤال السعادة. وهل تعلم أن السعادة هي إحدى أعلى التقنيات الموجودة للاستنارة، والدرب الروحاني للصحوة الروحية كما ينبغي أن تكون فعلا؟ إن الهدف الحقيقي من الحياة هو السعادة والاستمتاع بالحياة والتعلم.
لم يدعك الله على هذه الأرض لكي تتعذب أبداً، فأنت لن تساعد أحداً بكونك تعيساً. ومهما تكن معتقداتك الفلسفية، فمما لا شك فيه أنك ولدت يوماً وستموت في يوم آخر، وخلال هذه الفترة ما بين ولادتك وحياتك عليك الاختيار إما أن تكون سعيداً أو لا، والأحداث والوقائع ليس لها علاقة بسعادتك ولا تحدد ذلك، وأنت هو من يحدد ذلك. سيكون قلبك منفتح إلى أقصى مدى، وستكون روحك حرة جدا لدرجة أنك تشعر أنك تستطيع أن تطال عنان السماء. طالما عليك البقاء في هذه الأرض، لما لا تستمتع بتجارب الحياة؟ أنت ستموت يوما ما، والأحداث أيضا ستحدث على أي حال، وأنت لن تحصد شيئا بانزعاجك من أحداث الحياة، وهذا لا يغير من الوجود في شيء، وسوف يكون هناك دائما شيئا يزعجك إذا ما سمحت له بذلك. إن درب السعادة هو طريقك إلى التنوير وإلى معرفة ذاتك على حقيقتها، وهو الطريق الذي يريك ويعلمك كل ما يمكنك تعلمه عن نفسك وعن الحياة. كن جادا في اتخاذ هذا القرار، وكلما بدأ جانب فيك يشعر بعدم السعادة تخلى عنه، أو قم بعمل أي شيء لتجعل نفسك منفتحا، وذكر نفسك بعهدك لنفسك بأن تكون سعيدا في كل الظروف. استعن أيضا بالتوكيدات، ومهما بدا لك الأمر صعبا قم به وجربه، ما الفائدة من عدم فعله؟ تفهم ماهية السعادة طاقية. كلما كنت سعيدا انفتح قلبك، وكلما شعرت بالتعاسة سيغلق قلبك ويقل تدفق الطاقة إليك. لا شيء يستحق فعلا أن تغلق قلبك لأجله وتمنع عنه الطاقة إطلاقا. قم بالتأمل، لأنه يقوي مركز الإدراك لديك لتبقى متيقظا دائما بدرجة كافية لمنع قلبك من الانغلاق. إن السعادة هو فرح داخلي، ليس عليك أن تظهره دائما للخارج. السعادة تشافي حقيقي للروح والجسد. وأخيرا، إن أعظم ما يمكن أن يقدمه الإنسان لخالقه هو أن يكون سعيداً، يكون سعيداً بما خلقه من أجله في هذا الكون الواسع والمتنوع والزاخر بكل الخيرات. الحياة درب جميل، الحياة درب جميل، فكن سعيداً بالسير فيه. كانت معكم الدكتورة خضرة سليمان في تأملات في كتاب الروح المتحررة للمؤلف مايكل سينجر.